الرئيس السيسي يؤكد أن الحرب ضد الإرهاب لم ولن تنتهي قبل استرجاع حق كل شهيد مات فداء للوطن. رئيس المخابرات العامة يزور ليبيا وينقل لحفتر دعم رئيس السيسي لجهود الجيش الليبي. المخابرات المصرية تتسلم الإرهابيين هشام عشماوي وبهاء علي أبو المعاطي من الجيش الوطني الليبي. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل، وذلك بعد ساعات قليلة من تسلم المخابرات المصرية الإرهابيين هشام عشماوي وبهاء علي من الجيش الوطني الليبي. وكتب الرئيس على حسابه بموقع تويتر تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائما صقورا تنقضوا على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين، فهؤلاء الأبطال لا يخافون في الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامة أراضيه، موجها تحية سلاما على من كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم. وشدد الرئيس على أن الحرب ضد الإرهاب لم تنتهي ولن تنتهي قبل استرجاع حق كل شهيد مات فداء للوطن. قام رئيس المخابرات العامة لواء عباس كامل بزيارة إلى دولة ليبيا، حيث التقى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ونقل لواء عباس كامل تحيات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهود الجيش الليبي. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص مصر على دعم استقرار دولة ليبيا ودعم جهود مكافحة الإرهاب. وقد أجريت أثناء الزيارة مباحثات ثنائية بين رئيس جهاز المخابرات والمشير خليفة حفتر، تناولت العلاقات الأمنية بين البلدين وجهود مكافحة التنظيمات الإرهابية وسبل تحقيق الاستقرار واستعادة الدولة الليبية لمؤسساتها. وطلع الجيش أو قائد الجيش الليبي رئيس المخابرات العامة على تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد على قوة العلاقات بين البلدين. تسلمت المخابرات المصرية من الجيش الوطني الليبي الإرهابيين هشام عشماوي وبهاء علي أبو المعاطي وفقا لاتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى ليبيا. وترأس عشماوي أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة الليبية، ونفذ عددا من العمليات الإرهابية دامية بدولتي مصر وليبيا. وقام الجيش الليبي بإلقاء القبض عليه خلال حربه تحرير درنة. لم يكن حكم الإعدام الذي صدر بحق الإرهابي هشام عشماوي سوى تعبير عن جرائمه التي ارتكبها في المقام الأول بحق مصر واستشهاد الكثير من أبطالها. عشماوي تورط في عدة حوادث إرهابية، أول تلك العمليات هو استهداف تفجير موكب وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم في سبتمبر عام 2013. كما اتهم في عدة عمليات إرهابية كبرى مثل الكتيبة 101 في العريش وكمين الفرافرة بالصحراء الغربية وتفجيرات ضد عدد من الكنائس ومديرية أمن الدقهلية وحادث الواحات واغتيال النائب العام هشام بركات. انضمام عشماوي لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي لم يدم طويلا، حيث بايع التنظيم داعش الإرهابي وهو ما رفضه وانشق عنهم، مؤسسا تنظيم المرابطون المتصل بشكل وثيق بتنظيم القاعدة. وتمركز التنظيم في مدينة درنة الليبية كمقر تنطلق منه العمليات الإرهابية إلى داخل مصر وتمركز لتدريب أعضاء تنظيمه المتطرف.
أبو عمر المهاجر أحد أبرز الأسماء الحركية التي تخفى فيها عشماوي، الضابط المفصول من القوات المسلحة بسبب تبنيه لأفكار متطرفة، حيث خرج بتسجيل عام 2015 يهدد فيه ضباط الجيش والشرطة في مصر بالمزيد من العمليات الإرهابية. أعلن الجيش الليبي العام الماضي القبض على الإرهابي هشام عشماوي بمدينة درنا الليبية، والذي أصبح على رأس قائمة المطلوبين بحكم تورطه في العشرات من العمليات الإرهابية، دون أن يعلم هو وأمثاله أن كل تهديد يزيد من إصرار الدولة المصرية وأبطالها في الجيش والشرطة على مواصلة مكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة. شوفوا، لما ناس بتبقى في كل أملها وفرحتها إنها تقتل، يا ترى الفرق بين هشام عشماوي إيه وأحمد المنسي إيه؟ أنا بقول لكم بس الحكاية، ما هو ده إنسان وده إنسان وده ضابط وده ضابط، والاتنين كانوا مع بعض في واحدة واحدة. الفرق بينهم ايه؟ ان حد منهم اتلخبط وممكن يكون خان، وحد تاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية واهل مصر. ده قدم وبنسقف له وبنبقى بنبص له كده بملء العين، وحد تاني عايزينه عشان نحاسبه. عايزينه عشان ايه؟ فرحة الانتصار دبت في أرجاء المحروسة عقب تسلم المخابرات المصرية من الجيش الوطني الليبي الإرهابيين هشام عشماوي وبهاء علي أبو المعاطي، ليثأر بذلك رجال مصر البواسل لحق شهدائها. فرحة انتصار جديد في حرب مصر ضد الإرهاب دبت في أرجاء المحروسة عقب تسلم المخابرات المصرية من الجيش الوطني الليبي الإرهابيين هشام عشماوي وبهاء علي أبو المعاطي. الإرهابي بهاء أبو المعاطي من مواليد محافظة الأسكندرية، جنده الإرهابي هشام عشماوي أثناء مشاركته في اعتصام رابعة العدوية، حيث كان يتولى تأمين مقر الاعتصام. عقب فض اعتصام رابعة العدوية سافر الإرهابيان إلى سيناء وانضم لتنظيم بيت المقدس الإرهابي. توجه بعد ذلك بهاء بصحبة عشماوي إلى ليبيا وأسس تنظيم المرابطون التابع لتنظيم القاعدة. الإرهابي بهاء كان من العناصر المسؤولة عن حماية عشماوي، ليس هذا فحسب، بل تولى مهمة الإمداد وتوفير الدعم اللوجستي للعناصر التي تقوم بتنفيذ العمليات الإرهابية في مصر وليبيا. والآن تكتب نهاية الإرهابيين بأياد طاهرة باسلة لطالما ثأرت لحق شهداء راحوا في يوم فداء ليعيش الوطن سالما عاليا. أيقن العالم أن مصر بما تمثله من مكانة وأهمية وبما تلعبه من دور محوري في المنطقة تمتلك مفتاحا لحل الأزمات والقضايا التي تعيشها المنطقة، كما أيقن بدور الكبير في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.
سياسة مصرية ثابتة تجاه القضايا ترتكز على أهداف عدة يأتي في مقدمتها الدفاع عن المصالح العربية وحل الأزمات الإقليمية بشكل سلمي لا يهدم المؤسسات الوطنية ورفض كل أشكال التدخل العسكري أو التقسيم بالإضافة لدعم جهود مكافحة الإرهاب. القضية الفلسطينية تأتي على رأس القضايا حيث تؤكد مصر على موقفها بدعم كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإعلان دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وخلق الأرضية الملائمة لإحياء عملية السلام والدفع قدما بتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد الصف الفلسطيني والتعامل بجدية مع التحديات الإنسانية في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولحل الأزمة السورية تؤكد الدولة المصرية على موقفها المتوازن للحفاظ على مؤسسات الدولة ودفع المسار السياسي على أساس عملية جنيف مع ضرورة الانتهاء من الإجراءات الرامية لبدء عمل اللجنة الدستورية. واستضافت مصر منذ بداية الأزمة الليبية العديد من الاجتماعات لحلحلة الأزمة المستمرة منذ سنوات بهدف توحيد المؤسسة العسكرية والتصدي لخطر الإرهاب، الأمر الذي ساعد الجيش الوطني الليبي بالتقدم في جميع الجبهات والسيطرة على كامل حدود البلاد، كما شاركت القاهرة بفاعلية في اجتماعات دول جوار ليبيا التي تهدف لتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وبناء المؤسسات السياسية الليبية. وحول الأزمة في اليمن، عبرت مصر عن إدانتها الشديدة لممارسات ميليشيات الحوثي في سواحل البحر الأحمر وانتهاكاتها للحدود السعودية مؤكدة على موقفها الداعم للشرعية، كما أرسلت العديد من شحنات الدعم الإنساني من مواد غذائية وطبية للمدنيين اليمنيين المحاصرين بسبب الحرب. لاستعادة الاستقرار في المنطقة اتخذت مصر موقفا حاسما من الجماعات الإرهابية وطالبت بوضوح بإدانة الجهات والدول التي توفر ملاذات آمنة لقيادات الإرهاب وملاحقة شبكات تمويله، وتبنت خطابا لمواجهة الفكر المتطرف وقطع الطريق أمام تجنيد الشباب في الجماعات الإرهابية. كما تتبنى الدولة المصرية موقفا ثابتا بأن التنظيمات الإرهابية على اختلافها تمثل تهديدا متساويا وأنها تستقي أفكارها من منطلق واحد الذي يحض على العنف والقتل وترويع الآمنين واستقطاب المؤيدين عبر تزييف المفاهيم الدينية لتحقيق أهداف سياسية. وفي مختلف المحافل الدولية حرصت القاهرة على الترويج لمقاربتها الشاملة في محاربة الإرهاب لمحاصرة هذه الظاهرة من مختلف النواحي الفكرية والتنظيمية والمالية. أكد وزير الداخلية محمود توفيق أن جهاز الشرطة يعتز ويفتخر بأبنائه الشهداء الذين بذلوا أرواحهم وضحوا بأغلى ما يملكون أو ما يملكون لتحيا بعزة وكرامة. وخلال مأدبة الإفطار التي أقامتها وزارة الداخلية لأسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة، أشار وزير الداخلية إلى ما ننعم به من أمن واستقرار لم يكن يتحقق لولا التضحيات التي قدمها شهداؤنا. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تقرر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق الأول من يونيو من جميع ماكينات الصرف الآلية المنتشرة على مستوى الجمهورية ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها وبنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد، على أن يتم الصرف من البنوك اعتبارا من الأحد الثاني من يونيو. ومن جانبها قررت وزيرة التضامن الاجتماعي تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حسن سير عمليات صرف المعاشات من المنافذ المختلفة.
تقدمت شركة تذكرتي بالشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية والتي تتقدم بأعداد كبيرة من أجل حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر الشهر المقبل، ما أدى إلى نفاذ تذاكر بعض درجات لعدد من المباريات بالبطولة. وأكدت الشركة أنها ملتزمة بالنظام المعلن في حجز التذاكر بالبطولة من خلال موقعها الإلكتروني للحصول على بطاقة المشجع الفان آي دي، وكذلك التذاكر الخاصة بالمباريات. وترجو جميع المشجعين المصريين للالتزام بهذا النظام المصمم خصيصا لتسهيل إجراءات الحصول على التذاكر وحضور المباريات. وشددت الشركة على التزامها بالساعة المحددة لحضور الجماهير في كل استاد من الاستادات المخصصة للبطولة، وأنها لا يمكنها طباعة تذاكر أكثر من هذه الساعة ولو بمقعد واحد في أي مباراة. كما أكدت الشركة أن نظام حجز التذاكر يراعي شفافية وتكافؤ الفرص في الحصول على تذاكر المباريات من خلال القاعدة المتعارف عليها عالميا وهي أسبقية الحجز. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن بعد نواصل ما تبقى لدينا من أخبار في هذه الخدمة الإخبارية. من جديد أهلا بحضراتكم ونواصل، حيث لاقى نظام تذكرتي لتنظيم وبيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل صدى واسعا لدى جماهير كرة القدم. وشهدت المنافذ إقبالا كثيفا من المشجعين لاستلام البطاقات للمشجعين وتذاكر المباريات في سهولة ويسر. منظومة رغم حداثتها وجدت صدى طيبا لدى عشاق الساحرة المستديرة عامة ومشجعي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر خاصة تذكرتي. أنا فخور جدا 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 في سيستم عندنا زي ده، دي حاجة أنا بشوف إن هي بتنقلنا للعالمية في قصة التذاكر، لأن إحنا بشكل كبير أوي كنا بنعاني من موضوع التذاكر ده في مصر بالذات، الستورز مش موجودة بشكل كبير، في سوق سودة، لكن دلوقتي أنا ببقى قاعد في بيتي بحجز التذكرة بتاعتي، حقيقة حاجة محترمة جدا، وأنا يمكن سجلت من بيتي سهل جدا جدا، وجيت دفعت الفلوس ودفعت الفوري وجيت استلمت تذكرتي الأي دي بسهولة جدا. بصراحة حاجة محترمة جدا، إحنا أنا دخلت سجلت على السايت وعملت الفان أي دي، الموافقة جت تقريبا بعد يومين. مفيش اول ما جت، بس هي الفكره انه اتاخروا شويه في نظافه الاولاد، فهو ده اتاخروا، خد تاخير شويه لحد ما كلمتهم في التليفون، بس مجرد ما كلمتهم اتحلت، وبس على طول خدت التذكره على طول، سوري خدت الرقم وجيت طبعت على طول واستلمت التذاكر. امنيات بنجاح البطوله ودعوات طيبه لمصر تصحب هذه اللحظات التي يحصل فيها المشجع على بطاقته الفان اي دي من منافذ التذكره. دخلت على الويب سايت، سجلت الفان اي دي الاول، بعد كده بعتوا لي رساله قال لي طلبك خدت تنفيذ، مستنيت 6 ساعات مثلا او حاجه، وبعتوا لي الرقم المشجع بتاعي وكده، حجزت التذكره في 5 دقائق وجيت على طول استلمتها. الصراحه يعني الموضوع منظم على عكس اي تذاكر بجيبها لاي ماتش تاني. لا النظام جميل جدا صراحه، لما عرفت ان هو تسجيل على النت انا قلقت، بس انا لما سجلت الموضوع ما خدش يعني اكتر من دقيقه، والرساله الفان اي دي والباسورد جالي بعدها بيوم على طول. دخلت سجلت على التذكره، الدنيا تمام خالص، وممكن الواحد يدفع على الفيزا ويجي الموافقه وقتها، ويعني الحمد لله ما خدش يعني كله اكتر من حوالي يعني 10 دقائق، والمشوار يعني كله على بعضه ما يعني مش ما خدش وقت كتير يعني. فعلا انا استلمت اكتر من فان اي دي، يمكن استلمت انا ومراتي واولادي وقريبنا كمان عدد كبير. الويب سايت ساعدنا جدا ان احنا نحجز العدد التذاكر الكبير ده، بصراحه الواحد فرحان جدا في ويب سايت بالشكل ده بالسيستم دوت. احنا دايما عشان نحجز تذاكر قبل كده لازم نوقف طوابير ونقعد من الصبح قاعدين مستنيين عشان نحجز تذكره، المره دي لا كل حاجه اونلاين، الموضوع سهل جدا. سهولة في الإجراءات وأداء احترافي ومظهر جيد يليق بوجه مصر.
وكانت كاميرا أكسترا نيوز قامت بجولة داخل أحد منافذ تذكرتي لعرض كيفية الحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر باستخدام أحدث تقنيات وتطبيقات الحجز الإلكتروني عالميا. مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم. أتحدث إلى حضراتكم من داخل أحد المنافذ الخاصة بشركة تذكرتي. هذه المنافذ التي تقدم خدماتها لأول مرة لعشاق كرة القدم. من خلال هذه المنافذ يستطيع المشجع استخراج كرت المشجع ما يعرف بالفان آي دي وأيضا التذاكر الخاصة التي سبق وتم حجزها إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني، وبالتأكيد قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية وهو الحدث الأهم والأبرز. هنا تحديدا المكان المخصص وهو المكان الأول الذي يمر من خلاله المشجع، وهو خاص بالاستعلامات. إن كان هناك أي سؤال من المشجع لمعرفة أي تفاصيل خاصة باستخراج هذه الكروت الخاصة به. والآن مشاهدينا الكرام سنخوض مع حضراتكم تجربة استخراج كرت مشجع وأيضا يعني تذاكر المباريات الخاصة التي سبق وحجزها أحد المشجعين هنا من هذا المنفذ من منطقة الزمالك وتحديدا من مركز شباب الجزيرة. الآن بالكاميرا ننتقل إلى حضراتكم ونستعرض مع حضراتكم الصورة الإجمالية هنا داخل هذا المنفذ، وهو من اللافت للنظر هو تصميم موحد في جميع المنافذ، وأيضا الشباب هم السمة الرئيسية والمشتركة في جميع المنافذ العاملين هنا لتقديم الخدمة. وسنتوجه مباشرة لأحد المواطنين الذين يعني تم تسجيل البيانات إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني وجاء إلى هنا لاستخراج كرت المشجع. وكما تنقل لنا الصورة الكرت المشجع الخاص به الفان آي دي يعني تم استخراجه. السلام عليكم، تسمح لنا نتكلم معك؟ أهلا وسهلا. ممكن تقول لنا إيه اللي بيحصل قبل استخراج الفان آي دي؟ دلوقتي هو أي حد بيجي لي بطلب منه الأسماس اللي جات له اللي هو الفان آي دي أصلا وآخر 4 أرقام البطاقة بتاعته عشان أتشيك أب إن هو أوريدي جاب تيكت. بعد كده بحطها في البرينتر تتبع لي وشه دار، لازم تبقى كده تمام، وبحطها في الباوتش دي. ايوه ده تطلع دلوقتي. وما في ما ينفعش حد يخش اي ماتش من غير فان اي دي. صحيح، وده اللي اكدت عليه الشركه يعني في بيان سابق. زي ما احنا متابعين بنتابع مع حضراتكم مشاهدينا، ومباشره نتحول ل يعني احد المشجعين الذين جاءوا الى هنا لاستخراج يعني فان اي دي. اهلا بيك. اهلا بيك. مرحبا. ممكن تقول لي ازاي سجلت، ازاي شفت المراحل اللي مريت بيها خلال الايام الماضيه؟ لا والله انا شفت الاجراءات كله على النت بالصدفه يعني، وتبعت الخطوات وجيت النهارده عشان الدنيا سهله، في نظام في المنظومه. الدنيا حلوه او سهله او تمام. أنا بشكرك شكرا جزيلا. وأخيرا أختم معاكي، هل يحق لأي من المشجعين استخراج فان آي دي لحد من عيلته؟ لو هو صغير، لو هو under 16 تحت 16 سنة ممكن يبقى ده يبقى اسمه مرافق للكبير، غير كده كل واحد يجي يطبع الفان آي دي بتاعه ببطاقته. بشكرك شكرا جزيلا. هو دلوقتي هيستلم بقى الكارت الخاص بيه. إذن مشاهدينا خطوات معدودة بيتم يعني المرور بها هنا داخل هذا المنفذ الخاص بشركة تذكرتي لاستخراج يعني كارت المشجع، وأيضا عقب هذه المرحلة بيتوجه المشجع مباشرة لاستخراج التذاكر اللي أيضا تم تسجيلها إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني. أيضا لسه مكملين مع حضراتكم هذا يعني التجربة من داخل هذا المنفذ، وأيضا سنرافق أيضا نفس المشجع الذي تم استخراج كارت مشجع خاص به منذ قليل. كما تنقل لنا الصورة الآن هو مكان خاص بالتذاكر. السلام عليكم، أهلا بك. عطلك كتير، بس ممكن تقول لنا ايه البيانات او الاجراءات اللي حضرتك بتحتاجها من المشجع؟ هو خلاص استخرج الفان اي دي وجاي علشان ياخد التذاكر اللي حجزها برضو الكترون. تمام، هو بس كل اللي بناخده اللي بيبقى الرقم الفان اي دي واخر 4 ارقام من البطاقه بس. تمام جدا. هو حجز بقى ماتش ايه؟
تقريبا هو حاجز ماتش الافتتاح مش كده؟ تمام. اخيرا اخيرا يعني اخذ من حضرتك توقعاتك او امنياتك في هذه الجوله ان شاء الله. ولا اتمنى ان مصر هي اللي هتفوز وهتاخد الكاس ان شاء الله. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام تابعنا مع حضراتكم الخطوات التي يمر بها المشجع داخل المنفذ هنا او اي من المنافذ التي اتاحتها الشركه في المحافظات الاربع التي ستستقبل استاداتها بطوله كاس الامم الافريقيه. نحن هنا نتحدث عن القاهره والاسكندريه وكذلك الاسماعيليه والسويس. شكرا جزيلا على حسن وطيب المتابعة وإلى الملتقى. أعلنت منصة واتشت الرقمية عن حصولها على الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لمدة 4 سنوات، ويتيح ذلك لمستخدم المنصة الاستمتاع بكافة الأهداف والمباريات والملخصات. كما ستقدم المنصة برامج رياضية متخصصة في المنصة الرقمية، وذلك لإضافة متعة الاستمتاع بمثل ذلك الحقوق الحصرية. وأشارت إدارة واتشت منصة إلى أن الحصول على حقوق الدوري المصري الرقمي هو بداية إثراء المحتوى الرياضي الرقمي على المنصة، وأيضا يمثل حماية لحقوق استخدامه، منوهة بأنه سيتوالى إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات. كشف مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي أن الجيش الليبي رصد وجود جنود وضباط استخبارات من تركيا يقومون بتدريب الجماعات الإرهابية المسلحة ويقاتلون في صفوفهم بالعاصمة الليبية طرابلس. وأضاف العبيدي أن ضباط أتراك يقومون بتدريب الميليشيات الإرهابية على استخدام الأسلحة التي وصلت إليهم عن طريق أكثر من شحنة قادمة من تركيا. أكد رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح أن البلاد في انتظار مخرج دستوري للأزمة، وأضاف صالح أن هناك أطرافا تعمل بمنطق العصابات وتعمل على تضليل الرأي العام، مشددا على ضرورة العودة في أقرب فرصة ممكنة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد وفق الإرادة الشعبية للجزائريين. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية. دكتور أهلا بحضرتك معنا على إكستشن نيوز. أهلا بحضرتك. بالأمس كان هناك تصريحات لرئيس الأركان الجزائري بضرورة وجود حوار مفتوح بين القوى السياسية المختلفة والمؤسسات في البلاد، والحقيقة أن بعض الخبراء أيضا أشاروا إلى أن ربما تكون الجزائر أو الجزائر مقبلة على فراغ الدستوري. كيف تتابع المشهد الجزائري الآن في هذا الإطار؟ نعم طبعا بعد التحية يعني مع الأنه طبعا السيد أحمد قايد صالح فيما يتعلق بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، أعتقد أنه أمر يعني مستحب وأمر جيد جدا، لكن من ناحية الواقعية
صعب صعب جدا، بمعنى نحن نتحدث عن 4 يوليو الانتخابات الرئاسيه المقبله، اذا نتحدث عن قرابه الشهر واسبوع تقريبا يعني. هل والى الان طبعا لم يتم تسميه اي من المرشحين، هذا من جانب. من جانب اخر لم يتم التوافق على بعض حتى الاسماء من خلال القوى السياسيه الوطنيه في الجزائر، اذا هناك اكبر من مشكله في الجزائر، اكثر من مشكله. المشكله الرئيسيه هنا ان القوى الوطنيه في الجزائر الى الان لم تجتمع بشكل رسمي، ولم يتم اجراء حوار وطني مجتمعي حول مستقبل الجزائر بين القوى الوطنيه السياسيه. اذا اعتقد ان هناك ربما يحدث ازمه قرار دستوري في الجزائر طبعا نتيجه انتهاء الفتره الانتقاليه، ومن ثم طبعا ضروره ان يكون هناك رئيس يسمى في الجزائر في 4 يوليو المقبل. لكن الى الان لا اي مؤشرات، يعني ربما اعلن ان هناك ربما اكثر من 70 شخص يقدمون ترشيح انفسهم او ترشح انفسهم للانتخابات الرئاسيه في الجزائر، ولكنهم لم يقدموا الاوراق حتى الان دكتور محمد. وربما الخبراء هنا في هذه النقطه تحديدا هناك مخاوف انه هناك مهله محدده للنظر في هذه الاوراق، وعلى الرغم من وجود اسماء مطروحه لم يتم تقديم اي اوراق على الارض، على الرغم ايضا من الاستناد لبعض المواد مثل 103، والكثير من الدستوريين يستندون الى هذه الماده، ولكن ايضا لها مدة محددة وتنتهي 90 يوم أعتقد. بالضبط، يعني أشارك حضرتك الرأي الآن، يعني كما أشرت حضرتك نعم هناك أكثر من 70 شخص لكن لم يتم التقدم إلى الآن. هذا من جانب. من جانب آخر حتى أن البرنامج الرئاسي لكل مرشح غير معلوم وغير معروف، وغير معلوم حتى اتجاهات المرشحين في الجزائر، اللهم إلا ربما أعداد تعد على أصبع اليد واحدة. وبالتالي فهناك أكثر من مشكلة في الجزائر فيما يتعلق ب مستقبل الحياة السياسية في الجزائر، مستقبل أيضا موضوع الفراغ الدستوري في الجزائر. هل يتم خلال الشهر وأسبوع كما يقال تسمية مرشح في الجزائر والتوافق بين القوى السياسية على هذا المرشح؟ طبعا كل قوى سياسية في الجزائر تعلن أن الرئيس المقبل لن يتم لن يحظى بشعبية، معنى الرئيس ربما يحظى بالحد الأدنى المقبول من التوافق لكن لن شعبية في الجزائر، وبالتالي طبعا هذه مشكلة أخرى. نحن نتحدث عن طبيعة مستقبل الحياة السياسية في الجزائر، لابد أن يكون هناك رئيس ربما ينقذ البلاد من أزمتها، لابد أن يكون هناك أيضا برنامج قوي مرشح رئاسي يتعلق بمستقبل الجزائر، خصوصا أن هناك طبعا العديد من المؤامرات تحاك بالبلد العزيز الجزائر سواء فيما يتعلق بالداخل أو الخارج. إذا إن المهلة هي مهلة صغيرة جدا أو قصيرة جدا، لم يتمكن المرشح أو المرشحون في الجزائر من ربما حتى التقدم او الاعلان عن برامجهم الانتخابيه. اذا من وجهه نظر طبعا العديد من القوى السياسيه هو ضروره ان يكون تفاهم بين القوى الوطنيه، ومن ثم ربما يتم التوافق على شخص يكون هذا الشخص ربما المنور عن كل القوى السياسيه في الجزائر خلال الفتره المقبله فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسيه. لكن الى الان كما اشرنا لم يتم التوافق بين القوى الوطنيه حتى على الجلوس الى مائده المفاوضات تحت او تباحث مستقبل الجزائر، الكل يتحدث ان الفتره غير كافيه. انا اعتقد ان لو تم مائده المفاوضات بين القوى الوطنيه في الجزائر، وطبعا نركز على موضوع القوى الوطنيه وليس اي قوى سياسيه اخرى، اتخيل ان الموضوع ربما يكون على ارض الواقع. اعتقد ان الفتره هي فتره صغيره جدا، يعني لا يمكن ان نتحدث عن شهر وهذا الشهر يكون من خلاله ترشح بعض الاسماء للرئاسه والاعلان عن برامجهم الرئاسيه، ومن ثم اعتقد الفتره صغيره جدا. لو كان انتخابات ربما حتى مجالس تشريعيه وليس للرئيس الجمهور. نعم اشكرك. الحل انا اعتقد ان لابد من تطويل هذه الفتره او ربما مد هذه الفتره فيما في الانتخابات الرئاسيه. نعم اشكرك دكتور محمد صادق اسماعيل مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجيه. أكد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني الفريق ركن الشمس الدين كباشي أن الاتصالات مع قوى إعلان الحرية وتغيير لم تنقطع، وقال المتحدث إن المسافة قريبة للتوصل للاتفاق، مشيرا إلى قيام لجنة سياسية بين الطرفين بتقريب وجهات النظر، مشددا على أنه لا تراجع عما تم الاتفاق عليه مع الحرية والتغيير.
تواصل عدة قطاعات في السودان إضرابا عن العمل لليوم الثاني استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير في محاولة للضغط على المجلس العسكري لتسريع نقل السلطة لحكومة مدنية. وأكدت القوى أنه لا مشكلة لديها مع المؤسسة العسكرية، مشددة على حرصها على وجود قوى سودانية أخرى شرط عدم مشاركتها في النظام السابق. أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بدء عملية نوعية في محافظة الضالع وسط اليمن تستهدف مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي. وأكد التحالف أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكدا اتخاذه كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين. وشدد التحالف على أن جهوده مستمرة في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي. أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي استمرار العمل مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بالتعاون مع الشركاء في المجتمع الدولي لتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها للاجئين. كذلك خلال لقاء الصفدي المفوض العام للوكالة بيير كامبول، حيث تم الاتفاق على برنامج العمل الذي سيتم اعتماده بالتنسيق مع الشركاء للعمل على سد العجز المتوقع في موازنة الوكالة هذا العام. دمر الجيش السوري أوكارا لإرهابي جبهة النصرة في بلدة كفر السجنة وقرية البارة بريف إدلب الجنوبي ردا على خرقهم لاتفاق منطقة خفض التصعيد. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وحدات الجيش نفذت ضربات مركزة طال تحصينات ومحاور تحرك الإرهابيين، ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين منهم. دعت روسيا وسوريا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف مبدئي في التأثير على الولايات المتحدة من أجل الانسحاب المبكر للقوات الأمريكية من سوريا. كما طلبت موسكو ودمشق من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية ضد سوريا. أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق تسليمه ل 188 طفلا تركيا خلفهم تنظيم داعش الإرهابي إلى أنقرة. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس إن هؤلاء بينهم بالغون أدينوا بتهم تجاوز الحدود ونفاد فترة الإقامة وانتهت فترة محكوميتهم، مشيرا إلى أن عملية التسليم جرت بإشراف القضاء. أصدرت محكمة عراقية حكما بالإعدام على 7 فرنسيين خلال 4 أيام بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي. وجاء الحكم على الإرهابي الفرنسي بعد حكم مماثل أصدرته المحكمة ذاتها على تونسي نقل من سوريا إلى العراق في فبراير الماضي. كان القضاء العراقي قد أصدر على مدى الأيام الثلاثة الماضية أحكام إعدام بحق 6 فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى التنظيم ذاته. We'll be right back.
أكد الاتحاد الأوروبي أن هناك تراجعا واضحا في النظام القضائي في تركيا، وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان له إلى أن الضغوط السياسية التي تمارس على القضاء وأعضاء النيابة في تركيا أثرت سلبا على استقلال القضاء، مبينا في الوقت ذاته أن هناك تراجعا كبيرا فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع وعدد من الحقوق الأخرى في تركيا. أصدر اتحاد ناشرين الأتراك بيانا حذر فيه من تبعات التضييق على الصحافة وحرية التعبير في البلاد على خلفية قيام سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان بإطلاق سراح أشخاص اعتدوا على أحد الصحفيين مؤخرا. اعتبر الاتحاد أن إطلاق سراح المعتدين هو أمر شديد الخطورة، مضيفا أن تردي أوضاع حرية التعبير تشعر بالقلق بسبب التهديدات والاعتداءات المتزايدة ضد الصحفيين والكتاب. وأشار البيان إلى زيادة عدد الاعتداءات بحق الصحفيين، منوها بأن عدم تطبيق العقوبة على من ينتهك هذا الحق من شأنه توليد حالة من العنف في المجتمع. تظاهر مئات الأتراك ضد تقييد الصحافة والإعلام في تركيا، هذا وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي قد أقال بشكل تعسفي عددا من القيادات والموظفين لتعيين بدلا منهم موالين لحزب أردوغان. منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا قبل نحو 3 أعوام، تتعرض الحريات هناك بشكل عام وحرية الإعلام بشكل خاص لانتهاكات يصعب حصرها. التضييق على الإعلام التركي يزداد بحيث أصبح لا حول له ولا قوة أمام غلق المؤسسات الصحفية واعتقال الصحفيين تحت طائلة تهم مختلفة. وفيما يتعرض إعلاميون للضرب أو التهديد، يتعرض آخرون أحيانا للاختطاف. واقع سيء إذن للإعلام التركي تعكسه الأرقام، فهناك 135 صحفيا معتقلا في قضايا رأي، كما أن تركيا احتلت المركز 157 من أصل 180 وفقا لترتيب حرية الصحافة لعام 2018. أرقام تضاف لإحصائيات صادمة كشفتها وزارة العدل التركية بشأن عدد الأشخاص الخاضعين في السجون التركية الذين وصل عددهم أكثر من 250,000 شخص تكتظ بهم السجون التركية البالغ عددها 385 سجنا. أما ردود الفعل على تلك الانتهاكات والتهديدات التي يتعرض لها الصحفيون الأتراك فلم تتوقف عند الحد المحلي، بل حشدت المنظمات الصحفية الدولية من أجل حماية الصحفيين في تركيا، ودعت رسالة موقعة من 20 منظمة دولية الرئيس التركي أردوغان إلى إدانة الاعتداءات والتأكد من تقديم الجناة إلى العدالة. الانتهاكات التركية بحق الصحافة والإعلام لا يزال في جعبتها الكثير، فقد عين المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي 3 موالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم مقابل استبعاد آخرين بالرغم من جدارتهم، وذلك ضمن سياسة أردوغان للسيطرة على وسائل الإعلام واستمرار الاستراتيجية الحزب القائمة على إسناد المناصب إلى أهل الثقة على حساب أصحاب الكفاءة. ولم يقتصر المجلس على مجرد تعيين عناصر جديدة، بل وقع على عدد كبير من قرارات الفصل التعسفي، وعلى إثر ذلك تقدم نائب حزب الشعب الجمهوري عن ولاية أدنى باستجواب برلماني حول الأمر. وتحت عنوان الإعلام المتأزم في تركيا الاستبدادية، شكى عدد من الهيئات والمنظمات الإعلامية من سيطرة النظام على وسائل الإعلام، لا سيما في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية التي أجريت نهاية مارس الماضي. ومنذ 2016 أغلق أردوغان أكثر من 175 وسيلة إعلام، ما ترك أكثر من 12,000 من العاملين في مجال الإعلام دون وظائف، ورفع معدل البطالة بالقطاع إلى أقصاها وفق معهد الإحصاء التركي.
أصدرت السلطات التركية قرارات اعتقال بحق 27 عسكريا، بينهم 20 ما زالوا في الخدمة على خلفية مزاعم الانتماء إلى داعية فتح الله جولن الذي تتهم أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة في 2016. وفور صدور القرارات بدأت فرق مديرية أمن أضنى عملية عسكرية في 17 ولاية لإلقاء القبض على المتهمين، وتشن سلطات تركيا بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية تحت ذريعة الاتصال بجماعة جولن. وكانت أرقام رسمية تركية أكدت أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألف شخص، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى جولن. هبط مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي خلال مايو الجاري إلى أدنى مستوياته منذ 7 أشهر، ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية وسط عجز الحكومة والمؤسسة الرسمية عن وقف تدهورها، ما دفع إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية وتضخم وثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي. ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن وزير الخارجية البريطانية السابق بوريس جونسون سيمثل أمام محكمة بريطانية بسبب أكاذيب حول اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أو البريكزيت. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان جونسون اعتزامه ترشح لمنصب رئيس الوزراء بعدما أعلنت تريزا مي عزمها الاستقالة في 7 من يونيو المقبل. وكان جونسون استقال من حكومة مي احتجاجا على مشروعها للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أنه من شبه المؤكد أن إيران تقف خلف الهجوم على السفن قرب المياه الإقليمية للإمارات. وأكد بولتون أن أنشطة إيران تخريبية قد تؤدي إلى رد قوي جدا من الولايات المتحدة، موضحا أن الإدارة الأمريكية تتشاور مع حلفائها في المنطقة وتحاول أن تتحلى بالمسؤولية في الرد على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج. قال رئيس الإيراني حسن روحاني إن موقف بلاده جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصدر تصريحات متناقضة. وضف روحاني أن طريق المفاوضات مع الولايات المتحدة مفتوح في حال التزمت بتعهداتها في الاتفاق النووي ورفعت جميع العقوبات عن طهران، مؤكدا أن العقوبات الأمريكية استهدفت الشعب الإيراني وليس النظام. بحث سيرجي ريباكوف نائب وزير الخارجية الروسي مع عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني آخر المستجدات حول الاتفاق النووي. وقال ريباكوف إن زيارته لطهران تهدف إلى تشاور مع المسؤولين الإيرانيين حول الاتفاق، خاصة بعد انسحاب واشنطن منه وإعادتها فرض عقوبات غير مسبوقة على إيران.
يوافق اليوم 29 من مايو اليوم العالمي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، حيث يمثل فرصة لتكريم أكثر من 3800 فرد من حفظة السلام الذين فقدوا أرواحهم أثناء الخدمة تحت علم الأمم المتحدة منذ عام 1948. مشاهدينا الكرام هذه الجولة الإخبارية، ولمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء في أمان الله.